أهلا، كيفكم؟ بالفيديو تبع اليوم بدي أشارك معكم نصائح لتأثيث الغرفة لو أنتم مفكرين إنه تأثث في غرفتكم، وكمان نصائح اللي بتعطيكم إياهم رح يناسب الأشخاص اللي غرفهم صغيرة وكمان متوسط. كمان أنا رح أشارك معكم الأشياء اللي يناسبوني أنا، فممكن يكون عندكم نفس الستايل. فلو حبيت الفيديو حطوا له لايك واشتركوا بالقناة على زر السبسكرايب تحت الفيديو وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم الفيديوهات أول بأول وما تفوتوا أي فيديو بنزله جديد. النصيحة الأولى من أهم النصائح واللي هي شغلة الألوان، فعن جد لازم تركزوا بهاي النصيحة عشان ما تندموا بعدين. فبتذكر ب 2018 كنا ناقلين لهذا البيت جديد، فلين هاي الغرفة الثانية بهذا البيت. الغرفة الأولى كانت من ناحية الغرب بس ما كثير حسيت إنه بتناسبني، فعشان هيك نقلت على هاي الغرفة. فمن أشنع الأغلاط اللي عملتها بهذيك الغرفة إن خليت لون الحيطة زي أزرق غامق، فحرفيا كانت تغم قلبي الغرفة هذه. حرفيا هيك اللون كان يخليني مغموم، وكان لون الطقم زي بني اللي هو التخت والخزانة والمكتب، يعني مش مكتب، زي المكان اللي بتحطوا عليه الأشياء مثلا عطور وأشياء زي هيك، فكان باللون البني الغامق. فكنت دائما أحس إنه الغرفة ضيقة وحرفيا ما في مكان أقعد فيه، فما كنت أرتاح، وعشان هيك ما كنت أصور كتير فيديوهات ب 2018 لحديت 2019 بلشت هيك أنه أخذ على الوضع وبعدين نقلت على هاي الغرفة. فبعد هيك فتت وبحثت على النت وشفت أنه أنا عملت غلط كبير، واللي هو أنه خليت لون الحيطة غامق وخليت لون التخت كمان غامق بنفس الوقت، فهيك حرفيا خربت الألوان وخلتني أشوف أنه الغرفة صغيرة بزيادة. فلو كان عندي شوية فيديوهات رح أشارككم إياهم للغرفة السابقة ولو لقيتهم بجهازي يعني. وفعليا قبل ما نسكن البيت كنت أجع على هاي الغرفة بس رحت هناك بالنهاية رجعت هون. كمان لما اجيت هون حسيت حالي هيك ارتحت من الناحية النفسية اكتر، ما بعرف كيف يعني، ما بعرف بس ممكن له هيك تفسير علمي ممكن، بس انه يعني هيك صار. واخذت شوية وقت عبين صارت هيك. تاني نصيحة بحس انه من النصائح اللي بتخلي الغرفة تبين اوسع، فما بعرف بس انا هيك حسيت لما نفذت هاي النصيحة، واللي هو انه يكون عندكم كذا مراية بالغرفة. فمثل ما انتم شايفين انا عندي مراية واحدة بالغرفة، ما حبيت احط كذا واحدة لانه اساسا رح يصير المنظر معجق ورح يصير المنظر مش حلو كتير. فوانا كنت عمالي بعمل الاثاث حبيت انه اختار لون الخشب يكون زي هيك مثل ما انتم شايفين، ما بعرف اذا واضح كتير بس حرفيا بالحقيقة مبين وكأنه مراية، يعني هيك انه بيعكس الخيال اللي قدامه. فساعدتني كتير هاي الفكرة عشان ما احط مراية بالغرفة غرفة كتير ويصير المنظر معجق، فطلعت هيك وحسيت انه الغرفة عن جد بتصير اوسع بعد ما حطيت هاي خصوصا. فتعلمت هاي الشغلة من غرفتي السابقة بهذا البيت وكمان من غرفتي السابقة بالبيت القديم. كان التخت لونه ابيض مع انه المفروض انه يكون مفتح لون الغرفة بالبيت القديم، بس لانه مت ما طلع كتير حلو، يعني ما بعرف كيف تحكوا للنجار مثلا بدكم تعملوا عنده او لو بدكم تطلبوا، بس ما بعرف انه بنحكى له مت يعني ما في له لمعة. فحاول ابحث عن هذا النوع من الاخشاب. وبنفس الوقت بهذا البيت لما كان عندي الطقم البني عن جد كان مت كمان، فما كان معطيني شكل حلو للغرفة، فلما غيرت لاي الغرفة عملت هذا وحرفيا ارتحت معها. النصيحة الثالثة واللي هي شغلة السجاد وكمان لها علاقة بالتنسيق، فحاولوا تختاروا لون السجاد ويكون مع ثيم الغرفة، يعني لو كانت غرفتكم مثلا لو غرفة بنات غرفة زهرية مثلا أو نهدي أو إشي زي هيك بنفع تحطوا مثلا سجاد نهدي، أو لو كانت أخضر بنفع تحطوا سجاد أخضر. نصيحة عشان ما يكون معجق كثير حاولوا إنكم تحطوا يعني قطعة معينة، ما إنه تملوا كل الغرفة وتحت التخت وهيك وحس إنه بيطلع المنظر معجق كثير. فعشان هيك كل ما بتخصصوا بيكون أحسن، يعني حطوا مثلا واحدة قدام الخزانة، واحدة قدام المكتب، واحدة جنب التخت من الطرف الثاني وأشياء زي هيك. رابع نصيحة واللي هي رح أحكي عنها بشكل مخصص واللي هي عن النباتات. ما بعرف بحس شكل النباتات من الأشياء اللي بتعطي حيوية وإيجابية بالغرفة، فعشان هيك حاولوا أنكم تقتنوا نباتات، أو يعني مش شرط تكون حقيقية، كمان ممكن أنها تكون اصطناعية مثل هاي اللي قدام، فممكن من اللون الأخضر لأنه هيك لونه بعطي سلام، فممكن من نفس اللون. فبغض النظر اذا كانت حقيقية او اذا كانت مزيفة بحب انه تكون بغرفة نباتات، ويعني بلاش تحكوا لي بالطالقات انه هاي نباتات ممكن تكون زي بتسحب الاكسجين بالليل، بس فعليا لا هي بيتية وبنفع تحطوا كتب مثلا على الاماكن مثل هيك، بنفع كمان تحطوا لوحات بالغرفة رح يطلع شكلهم كتير حلو، فهاي بنحكي لها اضافات يعني بتحطوها بعدين، بنفع تحطوا اشياء زي هيك كمان، يعني المهم انه انتم تحطوا الاشياء اللي بتحبوهم بالغرفه وهيك رح يطلع الشكل بجنن. واكيد النباتات من هاي الاضافات، كمان اوراق الاشجار بنفع تستخدموهم لو انتم بتحبوا الطبيعه. وزي ما حكيت ببدايه الفيديو انه كل واحد ستايله بيختلف عن الثاني، فممكن ما نتفق على نفس الاشياء، زائد انه بنفع تستخدموا رفوف فرح يطلع شكلهم حلو بالغرفه، وتحطوا عليهم هيك نباتات واشياء وكتب فرح يطلع الشكل بجنن. المهم نكون وصلنا لنهايه الفيديو مع اخر شيء واللي هي الاضافات، فلو
عندكم انتم اضافات او اشياء ثانية مثلا بتخلي الغرفة تكون اجمل او لتأثيث الغرفة اكتبوا لنا تحت التعليقات، واشتركوا بالقناة على زر السبسكرايب تحت الفيديو وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم الفيديوهات اول باول. بتمنى انهم يعجبكم الفيديوهات، بحبكم كثير وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية.